عفوا. حضرة النقيب، اتذكرت شغلة يمكن ما يكون لها أهمية. معلش قول. لما خطفت الفلوس من قدام أبو عزام كان في قدامه على الطاولة كاسة شاي، وأنا بدي أخطف الفلوس وقعت كاسة الشاي وانكسرت. شكرا يا سيد عدل، ذاكرتك رائعة. تفضل يا مهندس. شكرا يا سرحان. العفو يا مهندس. مرحبا. أهلا أهلا أهلا. سرحان، لو سمحت هات كمان كاسة شاي للمهندس فارس. على راسي. ها؟ كيف شايف الشغل ماشي؟ أنا اللي بدي أسألك. الحمد لله تمام. وإذا كنت مركن علينا بقترح تروح تتغدى بالبيت مشان ترتاح وتستقبل المعزين. على شرط تشرف أنت والوالد وتتغدوا معنا. المفروض وحسب التقاليد إنه يكون الغدا عني، بس أنت عارف الظروف، بتعذرونا. ما في فرق أخويا فارس بيننا وبينكم، والظرف الطارئ اللي صار خلانا كلنا نتصرف بعكس التقاليد. الله يصبركم ويعوضكم، هذا قضاء وقدر. في شغلة وأرجو أنك تتقبلها وتنفذها. أنت بتأمر وبتمو. بدي إياك بكرة من الصبح ترجع تداوم على جامعتك، إحنا عطلناك بما فيه الكفاية. بس نشهل زيتون الزبائن. إيه مسهلة، هينا كنا واقفين مع عمي أبو فارس. يعني هيك صار بنقدر نسكر ملف القضية ونحوله للمديرية. بس حابب بالأول أعمل مواجهة بين عدلي وأهل أبو عزام. والسبب؟ مع إني مطمئن لصدق أم عزام، بس بدي أعرف شو موقفها بعد ما تعرف حكاية عدلي وأمه وأبوه، ويا ترى بتعترف له بحقوقه. يعني ما ظل في زباين؟ غير اللي عصرنا لهم اليوم يمه، ما ظل غير 4-5 بس؟ يمكن الله يبعث غيره. على كل الأحوال صار ما في داعي نضل مشغلين المعصرة إلا 4-5 باليوم. يعني خلاص راح الموسم على الفاضي؟ كيف على الفاضي؟ لا يا خيتي، بأول الموسم اشتغلوا ليل نهار. راح نطلع عليك يا أبو عزة. هاي برقية لكم. شكرا. تفضل. شكرا. برقية من أخوي عزام. ايش بقول فيها يما؟ بعزينا بوفاة الوالد، وبقول انه مش رايح يقدر يجي الا ب 27 بالشهر، ويوصل بالسلامة ان شاء الله. قديش باقي ل 27 بالشهر؟ 9 يعني يوم الخميس يا بركة. ليش كلكم واقفين؟ تفضلوا ارتاحوا. اذا احنا اليوم ننزل على عمان، ويوم الخميس نستقبل عزام بالمطار ومنجيبه معنا، مش هيك يا لطفي؟ مش نازلين اليوم، منكمل الثالث وننزل بكرة الصبح، وإذا فارس بدي يروح على الجامعة نميل عليه وناخذه في طريقنا. ما بدي أغلبكم. ما في ولا غلبة، أهلا وسهلا فيك يا عمي. تعرفوا أني أنا اشتقت للجامعة؟ بتصور أنه هذا الشعور راح يلازمنا حتى بعد التخرج أو ننطرد. آسف ما قصدت. بس أنا قصدت. أنت الله يعينك على مسؤولياتك يا بني، من اليوم وطالع مش راح تقدر تفكر لا بجامعة ولا بغيرها. معاك يا حق يمه، بس في إشي ثاني راح أظل أفكر فيه وعمري ما رايح أنساه. بالمناسبة يا حاتم،
جميلة ما راح تكمل دراسة؟ من هون لأول السنة الدراسية بتكون فكرت وقررت. صحيح؟ أيوة يا أختي، وهذا وعد من أخ لأخته. يا الله يا حاتم، قديش أنت إنسان كبير يا حنين. اللي صار فينا بكبر الحجر. طيب أنا اسمحوا لي بالإذن. إذنك معك يا بني. أخوي فارس، قول لعمي أبو فارس يوقف شغل المعصرة ويروح يروح يرتاح. كفاها رب العالمين اليوم. مثل ما بدك، بخاطركم. مع السلامة. ولا تنسى بكرة عشان دار عمي يمر عليك وتنزل معاهم إن شاء الله. يلا مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. يا حاتم، هو عزام مش قايل بالبرقية ليش بده يتأخر هالقد؟ ضروري هالسؤال. ألو؟ نعم. مرحبا سيد حاتم، النقيب جاسم. أهلا فيك، بدي أستأذن بزيارة لكم، حابب ألتقي فيك وبالوالدة. شكرا. وجاي معاي ضيف. شكرا، نلتقي مساء. مع السلامة. الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك يا رب. ها، تعبت من شغل اليوم؟ بالعكس يابا، سليت. وأنا بصراحة مشتاق لشغل المعصرة. يا سبحان الله، قديش هالدنيا بتتغير يابا. هاي سنة الحياة يابا، والدايم وجه رب العالمين. لو تشوف يابا كيف عملوني الدار، كأني واحد منهم، واحد من العيلة. الله يحنن القلوب يابا ويجيب اللي فيه خير. قل لي يابا، انت بتشوف جميلة؟ يابا بشوفها، دائما بشوفها. انت بس كمل دراستك وانا مفكر بكل شيء. لا يابا، مش قصدي. طب اقعد اقعد. قال ما قصدت قال. وانت لا سمح الله قاصد شهيد. بيقول حاتم يابا انه بده يخليها تكمل تعليمها. بيكون احسن ياو، المتعلم احسن له ياخذ متعلم. وفكرك بيوافقوا يعطونا؟ وليش ما يوافقوا؟ مين بتدلل على مهندس كمبيوتر سمعته مثل البف الابيض؟ وابوه اطيب اب في الدنيا. صحيح يا خالتي، احترام لحضرتك جينا لهون، ما حبينا نغلبك بزيارة لمركز الأمن. شكرا يا بني، أهلا وسهلا فيكم. الضيف اللي معي عنده قصة، ممكن تكون طويلة شوي بس لازم تسمعوا. تفضل يا بني. وقبل ما يبدأ بقصته حاب تتعرفوا عليه، قدم نفسك. أنا عدلي عبد الرزاق. ما شفت مرت أخوك كيف صارت تعاملنا كأنه غرب؟ لا تدخليها في الموضوع، النقيب هيك طلب. أيوه، بس إحنا كان لازم نعرف شو بده منهم. مش شغلنا. كيف مش شغلنا؟ مش دار أخوك؟ دار أخوي، بس في رجل في البيت وبيعرف يتصرف. اسمع يا بني يا عدلي، قصة إنه المعصرة كانت لأبوك الله يرحمه، هذه ما حد بيقدر ينكرها. بس قصة وكالة عامة وما بعرف إيش، سبق وفهمت حضرة الضابط إنه ما إلي علم بيها. بس لاحظي إنه مسعود بأكدها، والسيد لطفي سبق وقال إنه سمع عنها، وأبو فارس برضو قال إنه كمان بعرف عنها. إن كان لها الإنسان أي حق، ما حد بيهرب من الحق. بس بحب ألفت نظرك يا حضرة النقيب إنه المعصرة الموجودة اليوم غير المعصرة اللي اشتريناها من أبو عدلي. غيرها؟ كيف يعني؟ والدي الله يرحمه هد المعصرة القديمة وبنى محلها معصرة جديدة، واشترى لها آلات حديثة وجديدة وبمبالغ كبيرة. واضح إنه البنى حديث والآلات حديثة. إذن هذا الحكي بيعني
إذا كان القصة اللي حكاها السيد عدلي صحيحة فما بيطلع له من الجمل إلا ذانه. وإنت إيش رأيك يا سيد لطف؟ اللي قالوه مرت أخوي وابن أخوي حاتم هو عين العدل والصواب، وأنا قابل باللي بيطلعني. المهم ما أظل عايش وساكت عن حقي حتى ولو كان فلس واحد. إذا في حق لأي مخلوق إحنا سددين ولا لا؟ شكراً على هالروح الطيبة، وأرجو أنكم تعتبروا زيارتنا هاي زيارة شخصية. أهلا وسهلا فيكم. صب قهوة يما. حاضر. عدلي هذا بن بلدك ورفيقك وانت صغير. تفضل. اللي بيجي من الله خير بلك. شوف تعاد يا عمي عدلي، لو أنك من أول جيتنا وحكيت معنا بالعقل كنا تفهمنا وما صار اللي صار. الغشيم أعمى يا عمي، غلطة وراح أدفع ثمنها، والله أعلم قديش أدفع من عمري بالسجن. صباح الخير. صباح الخير. اقعد جنب لطفي بتتسلوا مع بعض بالطريق. هذا الملف فيه التقارير والافادات، وبتاخذ معك عطيه ومسعود وعدلي بتسلمهم لمديريه الاملاك. حاضر. واشكرك على نشاطك، انا اتعبتك معي. العفو، انا اللي بشكرك يا حضره النقيب، انا ما تعبت قدك وتعلمت منك كثير. الله يوفقك، بس دير بالك من مسعود، هذا الشكل ما بيأس من المحاولات الخبيثه. توكل على الله. بالاذن. على العافيه يا شباب. الله يعافيك يا مهندس هادم. سرحان تعال يا اخوي شوي. حاضر يا معلمي. تعال يا اخوي سرحان تعال. اسمع، شو رايك تمسك محاسبة المعسرة؟ اللي تشوفه يا مهندس. يعني بيطلع بإيدك؟ أنت جربني ومش راح تندم. مليح مليح. صحيح يا أخوي، أنت صحتك على قدك، وقعدت أدور إيش الشغلة اللي بتناسبك في المعسرة، لقيتها المحاسبة. يكثر خيرك يا مهندس. وأي شغلة بتصعب عليك وما بتلاقيني موجود، هي عمي أبو فارس اسأله وهو بكون عندك. على راسي. تسلم تسلم. يسلموا هدي. ما بدك تسجلني في كلية التمريض مثل ما وعدتني؟ ايوه يا اختي، بكره بوصل اخوي عزام بالسلامة ان شاء الله وبنستشيره. بس اخوي عزام ما بيعرف. ما هو لازم نستشيره، بضل اخونا الكبير واجب. مساء الخير. اهلا اهلا سرحان. تفضل. يمسيكم بالخير. مساء الخير. تفضل يا بني. طمني يا اخوي سرحان، كيف رجال عمي ابو فارس؟ فكوا الجبار ومشي بلا عكاز، بس بعده بغز عليها شوي، والدكتور قال له كلها اكم من يوم وبترجع طبيعيه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. قل لي يا سرحان. تفضل. انت حابب تضل تشتغل معنا على طول؟ بحب، بس ما هو موسم المعصرة خلص. بتشتغل معاي؟ شكرا. بزراعة الأرض بتوقف معاي؟ أنا بدي أجيب بيوت بلاستيكية، وبهمني إنه يوقف معاي إنسان مخلص وأمين مثلك، ولما يرجع موسم الزيتون بنوقف مع بعض. اللي تشوفه يا معلم. لعاد بس يرجع أخوي عزام بالسلام إن شاء الله بستشيره وبقول لك. بالسلام إن شاء الله. السلام يا ابن عمي. الله يسلمك. شوف رح اضل كل خمس دقايق اقول لك الحمد لله على السلامه، اعوض عن السنين اللي غبت عنها. زهقتك؟ لا، بس هذا المطار جديد؟ في اشياء كثير جديده بالبلد، امسك اعصابك ولا تندهش. يا
عمهلك عمهلك عليها لا تتعبها. اوه لسه اليوم احسن من امبارح. مثل ما قال الدكتور يومين ثلاثه وبترجع طبيعيه ان شاء الله. قل لي يابا ايش عملت مع المحامي؟ شرحت له كل ملابسات القضيه واعطيته اسم وعنوان السواق القديم كشاهد. لما حكيت له على اللي صار في موضوع ابو عزام قال لي هذا بسهل علينا القضيه. لعله خير. قل لي مش ناوي تروح تزور عزام؟ ها كيف بس يرتاح ويشوف اهله. فكرك بظل هون ولا بيرجع يسافر؟ الله اعلم يا بني. هاي الغربه تغري ناس وتعلم ناس انه مالهم غير بلدهم. ما عاد قلبي عارف هو فرحان ولا حزنان. الايام والليالي لحقت بعضهم وانا استنى اشوفك وافرح قلبي بشوفتك. بس يما يا عزام عمود البيت نهز والقلب عاد يعرف يفرح يما. الحمد لله على سلامتك يا ابني. ايوه هيك عاد خلاص بلاش بكره. صلي على النبي يا مرت اخوي. البركه بعمدان البيت. الله يخلي لك عزام وحاتم. ولا تنسونا انا وجميله ولا لا يا بركه؟ الله يخليك واشوفكن عرايس وافرح فيكن يا رب. تفضل يا اخوي بعرفك بتحب. لا معلش معدتي ما عاد اتحملها. بتحب تجيب لك اشي ثاني يا اخوي؟ ينسون ميرمية؟ لا ما في داعي. كيف ما في داعي؟ انت ببيتك يا حبيبي. قل لي يا عمي كيف العيشة هنا؟ مليح. والشغل ان شاء الله موفق. مليح. بيقولوا في تعب كتير هناك مش هيك؟ يعني إذا تعبان ابني وبتحب ترتاح ما في حدا غريب. لا معلش دقيقة وبيكون العشاء جاهز ما في حدا يتحركها. قل لي يا أخوي كيف الجو هناك؟ في ثلج؟ مش كثير. عنا السنة هاي شتت كثير الحمد لله وإن شاء الله بكون الموسم الزراعي ناجح. تفضل العشاء جاهز. تفضل 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 تفضل. قلاية بندورة ذوق ذوق يابا وقول لي شو رايك. يلا بسم الله. الله يسلموا ايديك اطيب بالمنزل. قول لي عاد شو بتحب اطبخ لك بكره؟ لا بكره بترتاح وانا اللي بطبخ. عشرت مجدد تكرم وانا بعمل السلطه. انت يابا ترتاح وتتجوز. اي هو يابا بالك بنات اليوم بيعرفوا يطبخوا. اللي بالي فيها بتطبخ احسن من نسوان اول. هو يابا في بالك واحده ومخبي علي؟ فارس اللي في بالي هي اللي في بالك يا بني. هلا سرحان. مسيكم بالخير. هلا تفضل. حماتك بتحبك. هلا عمي سرحان تفضل. سبقتكم قلاي اي انا وين ما رحت لحقيتني. طب ذوق ذوق وقول لي مين اطيب. بذوق لكمي. انتم ما بدكم تروحوا تسلموا علي مع المعزام؟ بس نخلص عشانه بنروح واجب. يلا بسم الله. أكيد عزام رح ينام الليلة بكير لأنه تعبان كثير. الرحلة طويلة من هناك لهون 14 ساعة بالطيارة وما بيستريحوا إلا فترة بسيطة. حنين فكرك تعبان ولا متغير؟ جميلة أعطيه فرصة قبل ما تحكمي. يا رب تكون الغربة ما غيرته. الحياة هناك غير شغل كثير وتعب كثير. أيوة بس تعب بفايدة مش تعب بلا فايدة. ما في إشي بيجي من غير تعب. على كل حال يا بني
الواحد يتعب وهو عايش بين أهله، ولا تعب غربة. في قدامنا مشاريع كثيرة يا أخوي، وأنا مفكر فيها، وبس ترتاح لك يومين زمان رايحين ندرسها مع بعض. وإيدك مع إيد أخوك يما، وهي عمكم معاكم، والله مع الجماعة. الغرفة جاهزة يا أخوي، إذا بتحب تكون بتنام. خلينا شوي، لسه ما لحقنا نشوفه. خليكي أنتي، أنا بجيب. بجي معاك. هالبنات لو يطلع بإيدهم ما يفترقوا بالمرة ما بيقصروا. الله يخليه. بقول لي يا عم، كنت فاتح مصلحة على حسابك هناك. عندي مصلحة صغيرة هناك ناوي أكبرها أول ما أرجع. ترجع؟ عندي ارتباطات هناك ما بقدر أتركها. وإحنا؟ أهلك، دارك، بلدك. ما بقدر. عزام مش صغير وبيعرف مصلحته. نحكي بعدين. مين اجا؟ ابو فارس. لحاله؟ معاه هذا النحيف اللي بيشتغل بالمعصرة. سرحان؟ ابو فارس، ما سمعتي ايش قال؟ طولي بالك يا ام عزام، خلينا نفهم منه بالاول. ايش نفهم يا خيتي؟ بده يرجع. طب اذا كان مستقبله هناك خليه. وافقت الاثنين يا نجاح، ابو عزام راح وعزام يلحقوا. يكفينا الشر. وايش الفرق؟ ايش الفرق؟ غربه وتربه. مالك يوم؟ ايش في؟ اخوك عزام بده يرجع يوم. يرجع؟ هذه حال الدنيا يا عمي، والبركه بالموجودين. الله يبارك فيك ويخلي لك ابنك. لو كنت اعرف عنوانك كان رسلتك تشوف لي بعض الكتب عن علم الكمبيوتر. بتصدق يا اخويا فارس، حتى رقم تليفونه ما كنا نعرفه. البرقية قامت بالواجب ولو انها تأخرت شوي. على كل حال الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. واسمحونا بدري يا عمي. لا يمل، مبين السيد عزام تعبان من السفر، من حقه يرتاح. انا منكم. مع السلامة. تفضل. السلام عليكم. مع السلامة. هيوم روح، خليني اقوم احكي معه. مع عزام يا اختي، احكي معاه بالهداوة بلاش يتضايق. بصير خير، بصير خير. عم لطفي الحق امي لعنده. لطفي لا يا حاتم، كله اللي عمك يتدخل بينهم. الله يخليك يا عم، تروح لهم بلاش ترجع المشاكل في الدار. لا يا حبيبتي لا، ام وابنها بيعرفوا يتفاهموا احسن. اذا ليش جيت؟ كيف يعني؟ جاوبني. جيت اشوفكم وبس، واطمن عليكم. قلبك علينا؟ معلوم. مش صادق. انا اللي دفن قلبه بالغربة ما عاد لسانه يصدق. الله يسامحك إن كان أخطيت. يما أرجوكي تركيني أنام وارتاح، أنا جاي تعبان. تعبت من ساعات بالطيارة، وإحنا ما تعبنا من كل هالسنين اللي استنيناك بيهن. اسمع يما، أنا مش قاعد هون أكثر من أسبوعين. ولإيش الأسبوعين؟ سافر بكرة. في شغلات لازم أصفيها بالأول. ورثتك؟ مش حقي؟ حقك. ورثتك من أبوك محفوظة باسمك، وبعد ما أموت أنا بتأخذ حقك بالمعصرة. المعصرة أنا ما بدي منها أي إشي. وإحنا ما بدنا جميلتك. أنا متنازل عن المعصرة، ما بدي المال الحرام. اخرس. أقشر لك برتقانة يا عمي؟ لا يا عمي شكرا. طولوا، أكيد الموضوع مهم كتير. حاتم، جميلة، تعالوا يوم عن إذنكم. لطفي، ما تقوم تروح معهم. ما بيصير يا ماما. يا حبيبتي ما فيها إشي. اهدي عادي يا نجاح، اهدي. أيوة، أنت ضلك قاعد وهادي عبين ما تروح عليك. وين رايحة؟ بدي أروح أنام بغرفة أم عزام.
لك يا عزام، لازم نعرف كل شيء. ايش بدي احكي بعد ما سكت سنين طويله، سنين والعذاب يوكل بقلبي، مش قادر احكي، مش قادر اسكت. عودت نفسي اجاوب على اكبر سؤال، كلمه او كلمتين، خوف لساني يسرقني واقول. واحنا صبرنا كثير وتعذبنا كثير، وصار لازم تقول. تقولوا انكم تعذبتوا. انا عشت حامل عذابي معي، ما كنت بدي اياكم تعرفوا حتى ما تذوقوا طعم المرار اللي حرق طفولتي وعمري. رحمتك يا رب، رحمتك يا رب. الله يرحمنا جميعا، يرحمك يابا ويسامحك. ايش القصة؟ فهمونا. القصة بدت وانتو صغار كثير، وامي محبوسة بهالدار، وانا اللي ابوي ما يصدق اطلع من المدرسة مشان ياخذني معه ويتباهى فيه قدام اصحابه، خليني اقول اشعار المدرسة. كان يتباهى فيه قدام ابو عدلي ومسعود وغيرهم، كان شايف اني طفل حافظ اشعار، مش حاس اني بشوف وبسمع. رحمتك يا رب، رحمتك يا رب. لما اتفق ابوي مع مسعود ضد ابو عدلي واخذ منه وكالة عامة كنت موجود، ولما نزل لعمان بالخفية واستغل الوكالة وسجل المعصرة باسمك كنت موجود، لما رجع للقرية وطرد مسعود كنت موجود. يمكن حينها ما كنت فاهم كل إشي، بس كنت كل ما كبرت يوم أفهم أكثر، عذابي يكبر وما كنت أقدر أحكي. طيب ليش طردك من الدار مدام القصة هيك؟ هو ما طردني من الدار لأني ما قبلت أدرس هندسة مثل ما أنتوا فهمتوا، ولا طردني بعد ما رجع مسعود على القرية. وشو علاقة مسعود؟ انتو ما بتعرفوا ايش ابوي عمل بمسعود، وقديش ضغط عليه حتى طفشوا من البلد. ولما رجع كنت فاهم انه راجع ينتقم، خفت على ابوي، حذرته ما رد علي. ساعتها قلت له اني بعرف كل اشي، ايوه كل اشي. يومها طردني. لطفي هلأ بس يطلع الدكتور من عندها بنطمن عليها وبنمشي. أنا خلاص تعبت ولازم أرتاح. شو قلت؟ طيب طيب توكلي على الله. بتجيبوا لها هذا الدواء وبتتركوها ترتاح شوي. حاضر. سلامتك. الله يسلمك يا مع السلامة يا دكتور. الله يسلمك. ايش قال الدكتور؟ سليمة بس اتركوها ترتاح. سلامتك يا سلامتي. الله يسلمك يا حبيبتي. الدكتور اعطاها ابت مهدد، اتركيها ترتاح. عزام طمن دار عمك يما، خليهم يتسهلوا لمصالحهم. انا مليحه ما مالي شيء. حاضر يما. يلا يا جميل. قلت لكم من الأول عزام ما بيقعد هون، خلاص حاتم الكل بالكل.
هلا هلا مهندس. هلا. ها كيف الشغل يا عم؟ الحمد لله كويس يا عم كويس. يعطيك العافية. الله يعافيك. نويت تسافر يمه؟ بكرة إن شاء الله. موفق يا حبيبي. بصفي أعمالي هناك وبرجع بأسرع وقت. بالسلام إن شاء الله. والمعصرة؟ بكرة بيطلع معاك أخوك حاتم يوصلك للمطار وبيرجع للمحكمة بعمان وبسلمهم أوراق المعصرة بيحكي لهم عن كل إشي منعرفه عنها يمه، واللي بتحكم فيه المحكمة بصير. هاي جهزت لك كل اغراضك يا اخوي. اسلموا ايديك يا جميله. ديري بالك على الوالده. امي بعيوني، كلكم بعيوني. انت تسهل يمه وما تحمل همي، وجميله لازم تحضر حالها للكليه. انا قاعده معك يمه، الكليه مش اهم منك. لا يا بنيتي، انت اهتمي بمستقبلك الجاي، والجاي أهم من الرايح. مثل ما ودعت تلاقي. تلاقي الخير. آه يا حاتم، ما قال عزام إمتى بده يرجع؟ قال بده يروح يصفي حسابه هناك وبس يرجع عشان نتعاون مع بعض. مبروك يا عم. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يابا، يبارك فيك ويخليك. مش عارف كيف افرح، ارقص اغني ابكي. اهدى اهدى يابا. الف شكر وحمد لك يا رب، عوضتني صبر سنين وتعب سنين. الف شكر وحمد لك يا رب. طبعا بمر عليكي. بنروح أنا وحاتم بنسجل أول بكلية التمريض وبعدين بنمر عليكي سوا. الله يبارك فيكي. ماشي، بحكي مع حنين. سلميلي عليها. بسلم عليكي حاتم. ماشي، مع السلامة. بتسلم عليك وبتستنانا بكرة. وين أمي؟ ما بعرف، يمكن بعدها بغرفتها. طيب ما بدك تفطر يا أخوي؟ بفطر مع العمال يا أختي. افطري انت وامي. وين راحت؟